موسم الأمطار في الحسكة هذا العام اعتبره سكان المنطقة من المواسم الجيدة، وكان أثره على الثروة الحيوانية جيدا من حيث توفر المراعي والاستغناء عن شراء الأعلاف باهظة الثمن، لكن بالمقابل أدى ذلك لارتفاع أسعار اللحوم. صل فوق 30 يعني 1000 كيلو الخروف الواجف أو كيلو اللحم الغنمة أو كذا، لأنه ما عاد حد يبيع الغنم، ما عاد تبيع، لأن الخير وهالربيع وهذا ما عاد راعي الغنم اللي عنده كم راس تمسك فيه، ما عاد يجبر يبيعه، وصار طلب كمان على اللحم أخي، يعني الطلب صار على اللحم كثير، والعالم ما عاد تبيع، صار ارتفع سعر الغنم والحمد لله. يعني الخروف اللي كان الكيلو ب 14 و 15000 اليوم صفى ب 30000 35000 الكيلو، يعني واجب. اسمع شلون اذا عندك قصابة او شيء، يعني تعرف انت، يعني من الاشياء الثانيه 300 صارت اليوم مليون مليون و100، والجلاب ما يفعل يبيع، ومجبورين ناخذ، مجبورين نشتغل، يعني بدنا نعيش. والله يعين العباد، يعني يجي الزبون يوم يقول باش اللحم نقول له ب 50، يعني الزبون يصفن بحاله، يعني احيانا يطلبون ب 3000 ما نستحسن نوزنه، نشيله ونعطيه، والله المستعان. يعني اللحم غالي غالي بشكل، يعني ومجبورين نبيع ب 50، هاي التسعيره صفت، تسعير التمويل ب 50، هو ب 50 ما يوفي. بعد امتناع معظم رعاة الاغنام عن البيع جراء توفر العلف المجاني من العشب الطبيعي، تضاعفت اسعار اللحوم بنحو 120%، وبات شراء القليل من اللحم قد يكلف الشخص نصف مرتبه الشهري. جيت مشان اشتري لحمة اليوم، يعني اول مرة اخذ لحمة بهالمبلغ هذا، الحمد لله ساعات يعني اخذ لحمة من هاللحم اشتري يعني انه ب2000 احيانا ب5. اليوم ردت كيلو لحمة دين لواحد 11 شهر ما حدا اعطاني، كلهم خجلوني، فروج لحم في الفروج ما اعطوني، بس لحم الغنم ما اعطوني. فاني هالساعة بدي اول كنا نعزم عزيمه برمضان كل بيت يعزم، هالساعة ما عاد نقدر نعزم لانه العزيمه صارت تكلف كثير. يعني عودة الثروة الحيوانية للنمو بعد سنوات من التدهور والتناقص الكبير في اعدادها جراء الجفاف وارتفاع الأسعار، قبله ارتفاع أسعار اللحوم على الرغم من منع التصدير لخارج الحسكة، وتضرر من هذا الارتفاع معظم شرائح المجتمع.